أخاف على مصر. مصر بتتحرق. مصر بتتحرق. مصر دي أمنا اللي حضنا كلنا. لازم نحافظ عليها بروحنا وبدمنا. هي فيها أولادنا وفيها أجدادنا. فيها أبائنا وأمهاتنا. دي وطننا. ملناش وطن غيره نروحه. الروح فين؟ دي وطننا وإحنا شعب مطحون. هو عايز يأجج البلد أكتر وعايز يعمل فتنة ومش همه مصلحة مصر. فأنا شايف إن هو رئيس غير مسؤول ويستاهل أي عقاب بصراحة هيتم عليه من الشعب أو من أي مؤسسة زي الجيش مثلا. لن نرضى على انقلاب في مصر أبدا سواء جيش أو غير جيش. فكلنا يد واحدة خلف القائد وقائدنا هو الرئيس محمد مرسي. ولن نسمح لأحد خالص سواء جيش قوات مسلحة غير قوات مسلحة بالانقلاب على الشرعية التي اخترناها. مرسي احنا وراك النهاردة وبكرة والآخر يوم. اثبت يا ريس احنا وراك ورا الشرعية. ما تخافش يا ريس احنا موجودين النهاردة.